جلسة اليوم في هذه المحاكمة التاريخية اتسمت بصفتين. الصفة الأولى هي أهمية هذه الجلسة القصوى، والثانية متولدة من الأولى، وهي أنها كانت جلسة عنيفة شهدت الكثير من الاحتكاكات والتصادم الذي خرج في بعض الأحيان عن المألوف في الإجراءات والمألوف أيضا في التعامل ما بين أطراف الدعوة من محامين. وهذا مبرر بطبيعة هذه الجلسة. هذه الجلسة كان الدفاع يعول عليها كثيرا لأنها تتعلق بمناقشة واستجواب الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المرحوم الشهيد الأستاذ أحمد الخير. كان خط الدفاع منذ البداية يحاول أن يشكك في أسباب الوفاة، تماشيا مع ما أثير من إشاعات في بداية حدوث هذه الأحداث من أن المرحوم قد توفي نتيجة التسمم، وهذا ما حاولت الأجهزة الرسمية في ذلك الوقت الترويج له، حتى أنه تم ترديده بواسطة والي الولاية وبواسطة مدير عام الشرطة وبواسطة أعلى مستويات الدولة، وذلك خجلا من هذه القضية التي أحرجت كافة الأجهزة في ذلك الوقت، لأنها اتسمت بالتعذيب الشديد لأحد المعتقلين وهو في الأسر. كان الدفاع يعول على هذا الشاهد للخروج بهذه القضية عن مسارها، ولكن للأسف الشديد انقلب السحر على الساحر، انقلب الشاهد على من أحضره. هذا الشاهد أثبت للمحكمة الموقرة أن الشهيد أحمد الخير توفي نتيجة الضرب الشديد وما تعرض له من إصابات متعددة شملت معظم مناطق جسمه وأدت إلى الوفاة. وعدد هذا الشاهد فرق ما بين سبب الوفاة وهو هذه الإصابات وآلية الوفاة، ويقصد بها الميكانيكا أو الطريقة الحيوية التي أدت إلى توقف الأجهزة الحيوية في الجسم نتيجة هذه الإصابة. فالإصابات بطريقة مباشرة هي سبب الوفاة، وما حدث داخل الجسم مما أدى إلى توقف الأجهزة ومفارقة الحياة يسمى في الطب الشرعي هو آلية الوفاة. لقد شهدنا التباسا كثيرا لدى الدفاع في التفرقة بين هذين المفهومين، ولذا كان التخبط الواضح في طريقة الدفاع في تقديم قضيته، وكانت النتيجة أن ثبت للمحكمة الموقرة أن الوفاة نتجت عن الإصابات المتعددة والمتفرقة، وأن آلية الوفاة حدثت لعدة أسباب، ربما يكون منها ارتفاع البوتاسيوم، ربما يكون منها الصدمة العصبية، ربما يكون منها الصدمة النزفية، وربما يكون منها ارتفاع نسبة الأدرينالين في الدم، نسبة الأدرينالين في الدم كارتفاع، ويؤدي هذه الأشياء كلها إلى التأثير على الأجهزة الحيوية ومن ثم الوفاة. هذا يرتبط ارتباط حيوي ليس فقط بالإجابة على السؤال الهام، علاقة السببية ما بين المتهمين ووفاة المرحوم، وإنما أيضا يرتبط ارتباطا هاما بالقصد الجنائي الذي يستشف أيضا من طبيعة الأفعال التي وقعت على جسد المرحوم، والتي أكد الطبيب الشرعي أن الموت فيها هو النتيجة التي تحدث عادة مثل في مصر. هذا الضرب في كمية ما تلقاه هذا المرحوم من أذى، والأهم من ذلك كله وصف الطبيب الشرعي ما تعرض له المرحوم بأنه التعذيب الشديد. نتمنى أن تكون هذه القضية قضية مفصلية وعلامة فارقة في تاريخ ممارسة أجهزتنا الأمنية لسلطاتها، حتى لا يسلطها الله على العباد بما يؤذيهم بمالهم وبسلاحهم وبمرتبات هذا الشعب، يتم إزاء هذا الشعب. شكرا جزيلا.